يقتصون من طرق احتيال جديدة بالتزامن مع موسم عودة المدارس، إذ يتم إرسال روابط وهمية تزعم أنها من منصة مدرستي بهدف اختراق الحسابات، حيث يتم إرسال الروابط تطلب من المستخدم النقر عليها للحصول على كلمة المرور، حيث تهدف هذه الرسائل إلى اختراق الحسابات وسرقة بيانات المستخدم. نتوسع أكثر في هذا الموضوع مشاهدينا. يلتحق بي الآن عبر زوم المختص التقني عبد الرحمن الكناني. أهلا وسهلا بك معي عبر نشرة النهار. ما هي أشكال الاحتيال مع قرب العودة إلى المدارس؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. طبعا ما في شك، الاحتيال الإلكتروني من الظواهر المزعجة جدا، وخاصة في استخدام مواسم مثل الدراسة أو التعليم أو العودة للمدارس. فسوف يحرص المحتالون على تحديد صفحات واستهداف المواقع التعليمية أو المواقع التي تقدم عروض للطلاب أو أولياء الأمور أو المواقع الإلكترونية في حال أن كان الدفع إلكتروني لهذه المدارس الأهلية. طبعا سيتم استهداف الطلاب في هذه الناحية واستهداف أولياء الأمور من خلال العروض أو من خلال من يبحثون عن دروس خصوصية أو ملخصات للكتب أو زي كذا. فنقترح طبعا عدم الدخول على المواقع المشبوهة، وعدم جميل. الدخول على المواقع التي تحتوي روابط احتيالية، والاكتفاء بالدخول على المواقع الرسمية للجهات، سواء التعليمية أو جهات التعليم العالي أو التعليم الخاص. طيب، كمختص أستاذ عبد الرحمن، ما هي البيانات التي يسعى لها المحتال؟ ما في شك، البيانات المالية لأولياء الأمور، فهناك رسوم سوف تدفع، بطاقات ائتمانية، إقناعهم بتقديم خدمات أو منتجات أو التي يبحث عنها من شراء الكتب أو المستلزمات الدراسية. ما في شك، الاستهداف مالي. بعد الاستهداف المالي سوف نتوجه لاستهداف البيانات، بحيث أن يكون عندهم قاعدة بيانات لإكمال استهداف مستقبلا، بحيث أن المرحلة التعليمية تستمر لشهور و فترات. فيتم لما لم يتم استهدافه ماليا، سوف يتم التخطيط لاستهدافه لاحقا من خلال الخدمات الأخرى أو التواصل جميل. معه. حتى نوضح للمشاهد إذا سمحت لي، ماذا يطلب المحتال أولا ليحقق مقاصد السرقة له؟ يطلب البيانات الأولية، الاسم، الاسم الأول، الاسم الأخير، يطلب بيانات بطاقة ائتمانية، يطلب الايميل الرسمي او الايميل اللي يستخدمه الشخص. ممكن يطلب منك التحقق للتاكد من تسجيله في منصات اخرى او التاكد من انه يستطيع الوصول لهذا الكود. ما فهم يبحثون على نعم بيانات ماليه بالاساسيه او بيانات اساسيه نعم شخصيه للتاكيد. طيب، ما هي طرق الإبلاغ عن تلك الروابط المشبوهة أو عمليات الاحتيال؟ والله طرق الابلاغ، يمكن ابلاغ المركز، هناك اعتقد مركز وطني خاص بال، او يمكن ابلاغ شركات الاتصالات بالروابط الاحتياليه، فهناك رقم 330 اعتقد، في رقم مخصص للروابط الاحتياليه. في حال وصل الاحتيال مالي، اعتقد الجهات المختصه مثل الشرطه او الجهات الامنيه. بالتالي الوقايه خير من العلاج، يعني لانه متى موقع الاحتمال هناك الاحتيال، هناك ابلاغ مثلا البنك اذا كان تم استخدام او تسريب بيانات بطاقه ائتمانيه او بيانات ماليه مصرفيه شخصيه. طيب، هل يستطيع الشخص أن يحد من وصول تلك الروابط إلى جهازه من ناحية تقنية؟ هو فعليا الوصول لهذه الروابط يتم من خلال عمليات البحث، فعندما تقوم بالبحث تأكد أنك تدخل الموقع الرسمي للجهة التي تتعامل معها، والمواقع الرسمية واضحة جدا يعني ومعروفة للجهات، سواء التعليمية أو الجهات المالية. مشكلة المستخدمين عند إجراء عملية البحث، يدخلون على روابط بدون التأكد. ما هي آلية التأكد بالتحديد تقنيا؟ يعني على مثال موقع وزارة التعليم، الدخول من خلال الموقع الرسمي لهم، موقع مثلا البنك، كتابة الموقع البنك بشكل صحيح، مثلا موقع المدرسة الأهلية تتعامل معها للاطلاع على بيانات الطالب أو سجلاته، الدخول عبر الموقع الرسمي المزود لك من قبل الجهة، والذي عادة يكون معروف لديك ويكون واضح جدا من خلال العنوان، والتأكد من كتابة العنوان بشكل يدوي أفضل.
أنا شاكر ومقدر لك، كان معي عبر زوم المختص التقني عبد الرحمن الكناني.